في هذا اللقاء رائد هند محمد علام من قطاع التدريب وإحدى المكرمات. صباح الخير. صباح الخير سيادة الرائد، عاوزين نعرف يعني تكريم النهاردة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم مثل يوم عيد الشرطة 25 يناير، ما هي دلالة هذا التكريم بالنسبة لحضرتك؟ طبعا موضوع التكريم ده بالنسبة لي يعني شرف كبير، وخصوصا ان انا هتكرم من السيد الرئيس، فدي حاجة بالنسبة لي عظيمة جدا. وانا واحدة من ضمن مجموعة عمل كبيرة جدا بتمثل وزارة الداخلية من عنصر نسائي، بقى لي دور فعال مع جوه الوزارة، ضابطات اتدربوا على مستوى عالي جدا، افراد متدربين برضو على مستوى عالي جدا من التدريب، فده فخر لينا كلنا كشرطة نسائية ان احنا يبقى لينا دور في الوزارة ودور في المجتمع، وان احنا كمان نوصل ان احنا نتكرم من السيد الرئيس. خليني أسأل حضرتك على دور قطاع التدريب ودور الشرطة النسائية تحديدا في الارتقاء بالمنظومة الأمنية في مصر الجمهورية الجديدة. دور الشرطة النسائية أو دور الضابطات في قطاع التدريب هو صقل مهارات الضابطة من كل النواحي التدريبية، رفع اللياقة البدنية، رفع مستواها في كل ما يخص التدريب، علشان دي تواكب الموضوع والتطورات العصر بالجرائم اللي بتحصل بالكلام ده كله، وخصوصا ان هي بتتعامل برضو مع عنصر نسائي خارج المنظومة، فان هي تبقى دلوقتي يعني على سبيل الحصر دلوقتي بقى في ضابطات في كل مكان، سواء في الاقسام، في قطاع الاحوال المدنية، في قطاع الحماية المجتمعية، في اكاديمية الشرطة، بقى في كل مكان في وزارة الداخلية او اي مكان خدمي بقى وجود العنصر النسائي، فلازم طبعا ان هو يبقى عنصر مدرب ليه ثقل في مهاراته. فالحمد لله يعني يمكن الوزارة مهتمية جدا جدا بالجانب التدريبي بخصوص موضوع الضابطات. ربما هو دور أيضا مهم يعني يأتي انعكاسا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها مصر في أواخر عام 2021، وبالفعل سرعان ما ترجمتها وزارة الداخلية إلى أرض الواقع. أخيرا سيادة الرائد هند، لو هقول لحضرتك تقولي إيه رسالة لشعب مصر العظيم وأيضا يعني نساء الشرطة المصرية؟ طبعا هي مناسبة عظيمة جدا، 25 يناير هو مش عيد الشرطة بس، لا هو عيد الشعب كله. طبعا كل الناس عارفة ان يوم 25 يناير ده يوم تكاتفت الشرطة والشعب على ايد واحدة وعلى قلب واحد، وان هم انتصروا على العدوان، فيعني بالنسبة للشعب يعني احنا منهم وهم منا، واحنا ما الا احنا عايشين لحماية الشعب، وربنا يقدرنا ونبقى دايما بنخدم الوطن ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. نشكر حضرتك سيادة الرائد هند علامة من قطاع التدريب بوزارة الداخلية، والف مبروك يا فندم على التكريم.